السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت مباراة اتحاد العاصمة وشبيبة الثورة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1. مباراة جيدة، مباراة ممتعة، وكانت المنافسة فيها مشتدة نظرا لقوة الفريقين في السنوات الأخيرة. لكن قبل ما نبدأ وندخل في التفاصيل، يا ريت لو انت مش مشترك في القناة تشترك عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة، وتعمل إعجاب لو الفيديو عجبك. مباراة زي ما قلنا كانت هجمة هنا وهجمة هناك، وكان في أفضلية نسبية لفريق اتحاد العاصمة اللي بيعيش أفضل حالاته في الفترات الأخيرة طبعا بعد الفوز الكبير اللي كان بيحققه في بطولة كأس الكونفدرالية. الناحية التانية فريق شبيبة الثورة نفسيا عنده إحباط بعد الخروج من بطولة كأس الكونفدرالية. كانت مباراة زي ما قلنا كان الاستحواذ فيها أكتر، وبعد شوية هنستعرض الأرقام بتاعت المباراة اللي هتوضح لكم إن كان فريق اتحاد العاصمة كان الأفضل. في الدقيقة 19 طبعا سجل لاعب أيمن محيوس في هدف لفريق اتحاد العاصمة، وكان التقدم لاتحاد العاصمة، ولكن بعد كده لاحظنا إن في هبوط أو تراخي من فريق اتحاد العاصمة، مما أدى إن فريق اتحاد العاصمة يستقبل هدف عن طريق اللاعب محمد عمران تقريبا في الدقيقة 67. وفشل فريق اتحاد العاصمه ان يحقق فوز، كان هيبقى فوز مهم جدا. لكن رغم ان المباراه انتهت بالتعادل، لكن فريق اتحاد العاصمه متواجد في المركز الرابع، متواجد في مركز جيد جدا. لو استمر فريق اتحاد العاصمه في التوب فور، يعني في اول اربع مراكز في الدوري الجزائري، اعتقد ان الجمهور هيكون راضي جدا. لكن الاهم شيء ان في تطور في اداء فريق اتحاد العاصمه، لكن على فريق اتحاد العاصمه انه يركز اكتر، لان بطوله كاس الكونفدراليه مش هتكون بطوله سهله، كل المنافسين هيبقوا في منتهى الصعوبه. لذلك على الفريق ان يركز، وعلى المدرب، انا شايف مستوى مدرب اتحاد العاصمه ليس بنفس مستوى الفريق وجماهيريه الفريق وتاريخ فريق اتحاد العاصمه الكبير جدا. هناك ايضا بعض اللاعبين زي ما اتكلمنا، في بعض اللاعبين لا يستحقوا التواجد في فريق اتحاد العاصمه، لكن هناك ايضا لاعبين بيقدموا مستوى جيد جدا، زي اللاعب ايمن محيوس اللي في المباريات الاخيره دايما بيسجل، اكرم جحنيد بيقدم مستوى جيد، بالقاسمي، في اكتر من لاعب فريق اتحاد العاصمه في الفتره الاخيره بيقدموا مستويات جيده. لو شفنا ارقام المباراه هنلاقي الاستحواذ 54% لفريق اتحاد العاصمه، وده اللي بياكد كلامي، مقابل 46 لفريق شبيبه الثوره، الفريق المجتهد اللي عنده لاعبين بيحاولوا دايما انهم يتواجدوا في مكان جيد. التسديدات كانت 12 تسديده لفريق اتحاد العاصمه مقابل 4 فقط لفريق شبيبه الثوره. كان في 6 تسديدات على المرمى لاتحاد العاصمه مقابل تسديده وحيده على المرمى من شبيبه الثوره، وهي هدف التعادل بتاع اللاعب محمد عمران. الركنيات 4 ركنيات لاتحاد العاصمه مقابل 3 لشبيبه الثوره. بالنسبه للهجمات كان في 133 هجمه لاتحاد العاصمه مقابل 126 لشبيبه الثوره. الهجمات الواعده والخطيره كانت 76 لاتحاد العاصمه مقابل 86 لشبيبه الثوره. يعني الارقام بتوضح ان كان في افضليه نسبيه عند فريق اتحاد العاصمه، وتوضح ايضا ان كان في تكافؤ ما بين الفريقين، فريقين كبار طبعا، فريقين بيقدموا مستويات هايله زي ما اتكلمنا في السنوات الاخيره، او بالاخص السنه الاخيره كانوا متواجدين في المربع الذهبي في الدوري الجزائري. يعني هي كانت مباراه قويه، في ناس كتير توقعت فوز اتحاد العاصمه، وفي ناس ايضا توقعت انتهاء المباراه بالتعادل زي ما قلنا، لان الفريقين بيقدموا مستويات ممتازه في الفتره الاخيره. نتمنى التوفيق طبعا لكل الفرق الجزائرية والعربية في بطولة كأس الكونفدرالية. منتظرين نشوف فريق اتحاد العاصمة في دور ال 32 مكرر في كأس الكونفدرالية، ونتمنى طبعا انه يتأهل لدور المجموعات في هذه البطولة. وفي نهاية الفيديو طبعا انا بشكركم والسلام عليكم.